السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيف رح نصمم 3 خيارات إنفوغراف متحركة في برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وأيضا يا أصدقائي يوجد العديد والكثير من القوالب الرائعة والاحترافية على موقع عالمكم. للحصول على هذه القوالب رابط الموقع في وصف هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم وخلينا نبدأ بفيديو اليوم. في البداية أصدقائي خلينا نغير اللون الخلفية، فرح ننقر باليمين ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة. اللون الأول رح نختاره بهذا اللون، واللون الثاني رح نختاره باللون اللي أغمق منه مشان يكون في عنا تدرج لوني، وطبعا من اتجاه رح نختاره من الأعلى إلى الأسفل. بعدين رح نتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال دائرة، ورح نضغط على Shift ورح نرسم دائرة بهذا الشكل. طب ليش أنا بضغط Shift وقت برسم الدائرة؟ خليني أحذف هاي. إذا جيت على إدراج ومن أشكال دائرة وقمت برسم دائرة من دون ما أضغط على Shift فرح تبوظ معي بهذا الشكل وما رح تطلع دائرة نظامية. أما إذا ضغط على Shift رح يعطيني دائرة بأبعاد متساوية وبقطر ثابت بهاي الطريقة. فأنا بضغط على Shift وأنا عم برسم الدائرة رح تطلع معي بشكل نظامي. برسمه لكم بهذا المقاس محددة ومن محاذاة إلى المنتصف، بحطه بهذا المكان وبتوجه إلى تنسيق الشكل وبعطيها تعبئة متدرجة من لونين، بس هالمرة الاتجاه بدي إياه من الأسفل إلى الأعلى، يعني اللون الكاشف يكون من تحت واللون الغامق يكون من فوق. أما الستروك راح أختاره خط متدرج تعبئة متدرجة. اللون الأول راح أختاره باللون الكاشف هاد، واللون الثاني راح اختاره باللون الاغمق منه. راح اعطيهم شوية سماكة او عرض. هاي الدائرة راح احددها وراح اتوجه الى تأثيرات ظل، راح اختار ظل للاسفل وراح اختاره باللون الاسود. الشفافية راح هيفا 60، اما العرض راح اسوي 104، والضبابية راح اسويها 30، والزاوية رح هيفا 90، والمسافة رح سويها 45. هاي الدائرة سوينا للظل وكل شي جايز فيها، رح نقوم بتكرارها بالضغط على كنترول وسحبة أو كنترول دي أو كنترول سي وكنترول في، ورح أطابق الدائرتين فوق بعض ورح أغير لون الظل إلى هذا اللون، ورح أعدل شوي في إعدادات الظل. مثلا الشفافية رح يفا 0، أما الحجم رح حطه 101، والضبابية رح يفا 30، والزاوية رح سوية 275 لحتى يكون للأعلى، والمسافة رح سوية 20. بهي الطريقة رسمنا أول شكل. رح حدد الدائرتين ورح أنقر عليهم باليمين ومن تجميع أو كنترول جي من الكيبورد. هلأ رح أتوجه إلى إدراج ومن أشكال مستقيم، ورح أرسم خط مستقيم بهذا المكان ورح أعطيه تعبئة متدرجة من لونين. اللون الأول بدي إياه من هذا اللون، واللون الثاني بدي إياه من هذا اللون. خلينا نزود العرض شوي ورح ننزل لتحت، رح نلاقي نوع سهم النهاية، فأنا رح أختاره دائري، ومن حجم السهم رح أكبره شوي. هذا المستقيم اللي نهايته دائرة رح أحدده ورح أكرره بالضغط على كنترول وشيفت وسحبه، ورح أوصله بهذا الشكل ورح أنقر عليه باليمين ورح أعطيه نقل إلى الخلفية. طبعا هو ارتفع شوي. بهي الطريقة بيكون رسمنا هدول المستقيمين وفي نهايتهم دوائر. رح أحدد هدول الأشكال ورح أنقر عليهم، رح أحدد هدول الأشكال ورح أكررهم بالضغط على كنترول وسحبهم أول مرة وثاني مرة مشان يصيروا معي 3 أشكال. هدول الأشكال رح أحددهم ورح أنقر عليهم باليمين أعطيهم تجميع، كمان هدول رح أحدد عليهم باليمين ورح أعطيهم تجميع، وهدول كمان تجميع. بعدها رح أحدد الثلاث أشكال من ترتيب محاذاة توزيع أفقي، تمام. بعد رح انقر عليهم باليمين واعطيهم فك التجميع او كنترول وشيفت وجي من الكيبورد. رح توجه الى ادراج ومن اشكال مستقيم،
وراح ارسم خط مستقيم من هاي النقطة لهاي النقطة، وراح احدد هاد المستقيم هاد، ومن الشريط الرئيسي نسخ التنسيق على هاد المستقيم، ولكن في نهايته انا ما بدي دائرة فبعطيه خط عادي، وبرجع هذا اللون الغامق لمحله بهاي الطريقة، وبنقر عليه باليمين وبعطيه نقل الى الخلفية، بكرره وبحطه بنفس المكان، وبنقر عليه باليمين وبعطيه نقل الى الخلفية، بكرره مرة ثالثة، بنقر عليه باليمين وبعطيه نقل الى الخلفية. وطبعا يا اصدقائي انا قمت بتجهيز شريحة فيها نصوص وايقونات وارقام، رح انسخهم ورح الصقهم بهذا المكان، خلينا نحطهم في مكانهم الصحيح. رح احدد رقم 1 ورح اتوجه الى تنسيق الشكل، خيارات النص، تعبئة متدرجة، ورح اختار من لونين، اللون الاول من هاد اللون، واللون الثاني رح اختاره من هاد اللون. رح احدد هذا النص كمان ورح اعطيه تعبئة متدرجة، رح ياخذ لي نفس التعبئة. اما النص التحتاني رح اخده باللون الابيض. رح احدد الايقونة ورح اتوجه الى خيارات الشكل ورح اعطيه بدون تعبئة، اما الستروك رح احطه خط متصل او خط متدرج، ورح اختاره من لونين، اللون الاول رح يكون لون كاشف واللون الثاني رح اختاره لون غامق. رح احدد رقم 1 ومن نسخ التنسيق على رقم 2 ومن نسخ التنسيق على رقم 3. كمان الانفوغراف رح اضغط دبل كليك على نسخ التنسيق مرة هون ومرة هون، رح احدد هذا النص وحطه باللون الابيض، ورح احدد هذا النص وحطه باللون الابيض. ضل عندي هلا الايقونات، رح احدد هاي الايقونة بلا تعبئة، خط متدرج من لونين، اللون الاول كاشف واللون الثاني غامق. كمان عنا هي الايقونة بلا تعبئة، خط متدرج، اللون الاول من هذا اللون واللون الثاني من هذا اللون. هيك يا أصدقائي، هيك بيكون خلصنا الرسم الإنفوغراف. خلينا نرسم الخطوط يلي كانت بالخلفية. راح أتوجه إلى إدراج ومن أشكال راح أختار منحني، وراح أقوم برسم منحني عشوائي، نقطة هون، ألف هيك، كيف أنتوا بتحبوا يكون هاد المنحني فيكن ترسموه. بعدين راح أنقر عليه باليمين وراح أعطيه نقل إلى الخلفية، احدد وليكن هذا الستروك، نسخ التنسيق على هاد، وبنقر عليه باليمين، ومن تنسيق الشكل بخفف العرض شوي وبعطي اللون الاول شفافية 50 واللون الثاني شفافية كمان 50. بهي الطريقة اصدقائي بيكون رسمنا الاشكال وخلصنا رسم. وهلا رح نتوجه الى التحريك، خلينا بس في البداية احددهم واسحبهم الى اليمين شوي. راح توجه الى قائمة حركات وراح افعل جزء الحركة مشان تطلع الحركات بهذا المكان. راح احدد في البداية الدائرة وراح اعطيها نمو وتحريك، راح يفعل عند النقر، راح احدد هدول المستقيمين اللي في نهايتهم دوائر، وراح اعطيهم مسح، ومن خيارات التأثير مسح من اليسار، وراح اعطيهم بعد السابق، يعني بعد ما تطلع الدائرة هدول الاثنين يطلعوا، بس ها بدي اياه مع هاد، فأنا بحدد يلي تحت المستقيم الثاني وبعطيه مع السابق، بحيث انه المستقيمين يطلعوا مع بعض بعد ما تخلص حركة الدائرة. راح احدد النص وراح اعطيه تضاؤل مع السابق. راح احدد هذا المستقيم وراح اعطيه مسح من خيارات التأثير نحو من اليسار، من اليسار، وراح عايفه عند النقر. هلا الدائرة راح انسخ الحركة على الدائرة الثانية، وراح احطها المرة بعد السابق، يعني بعد ما يطلع المستقيم تطلع الدائرة. راح احدد هذا المستقيم في نهايته دائرة، نسخ الحركة ونسخ الحركة. الآن النص، هلا راح احدد هذا المستقيم وننسخ الحركة على هذا، والدائرة كمان، المستقيم الأول والمستقيم الثاني. هلأ النصوص،
والمستقيم الثالث، ولكن هون راح احطه بعد السابق. خلينا نشغل الشريحة ونشوف الحركة كيف طلعت معنا. والهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.